لو اجتمعنا على حقنا. سيد الوالد الله يقدس نفسه الزكية يقول لو توحدنا لاستطعنا أن نهزم أمريكا وإسرائيل من دون سلاح حبيبي، من دون سلاح، من دون إراقة دم. الوحدة والإيمان تهزم الدول الكبرى والعظمى، عليها اللعنة، ليست لا كبرى ولا عظمى بس تسمي هيك، تهزم الدول العظمى من دون سلاح. فتوحدوا واجعلوا الإيمان في قلوبكم عسى أن يلزم الثالوث المجروح. وأنا حبيبي اللهم قد بلغت، اجعلوا الإيمان سلاحكم والوحدة سلاحكم، ولا نحن نتفرق فيما بيننا ولا نتحد. لحد ايش يقول؟ من تروح لبلدك اتحد بيناتك بعدين تعال تحاجين خلينا نتوحد. لا حبيبي. سبحان الله صارت العدوى الى الدول الاسلاميه ايضا. نرى العداوات من هنا ومن هنا. وان كان انا لعله دائما صريح. العراق ويا الاردن، سوريا ويا لبنان، السعوديه ويا ما ادري ياهو، ما المهم. لا، جميع الدول أخوة ومتوحدة نحو هدف واحد ونحو رضا الله سبحانه وتعالى. وسأبذل قصارى جهدي بتوحيد كلمة المسلمين، فأعينوني بإيمانكم وأعينوني بوحدتكم، وإلا حبيبي إيد وحدة ما تصفوا شو نسوي؟